بدك تروح لوين؟ ليبيا. شو بدك تعمل بليبيا؟ ما بدك ترجع على سوريا؟ لا. ليش؟ عشان بشار الأسد. معك لوين حتروح هلا؟ ليبيا. الشعب لما يقول لا معنا هلا لا لا بالخنادل والعصير حتعيش وصير لا بالخنادل والعصير حتعيش وصير يعني حوالي 70 شخص دفنتهم بيدي شهداء مدنيين. يعني الشيء اللي صاير بسوريا ما عم بس بعدين وين الأمم المتحدة؟ وين العالم؟ وين الدنيا؟ وين الشيء؟ يعني متنا فوق هالشيء. يعني الأساء الناس الآن بسوريا يعني مجاعة عايشة. يعني البيت بيه شيء 6-7 عيال، بيه بعض البيوت أنا أعرفها يعني بيه بيوت بيها شيء 6-7 عيال، لا بيه يعني أكل لا بيه شيء. يعني الناس الرغيف يتجاسمون بين بعضهم رغيف الخبز. يعني الناس فعلا منتهية خالص بسوريا، خصوصا عندنا يعني منطقتنا وكل سوريا منكوبة. يعني أنا أعتبرها في ظل وجود هذا الخنزير بشار الأسد. الله لا يوفقك يا بشار، الله لا يوفقك، الله يخلصنا منك. اقتل ايش قد ما ردت، تعدادنا 20 مليون، اقتل 10 مليون بس المهمة تروح خلص منك. صار لنا 41 سنة عايشين بذل ومحسوبيات وفروع أمن ومخابرات، ويعني شيء استخباراتي معيشنا بواقع، يعني واقع أنت مسوي لحالك. ذبحتنا ذبحتنا يا ابن الحرام، الله لا يوفقك، الله لا يوفقك، ذبحتنا وياك. أقتل سوريا كلها رجال وكلها أحرار، والله لا يظلون لآخر طفل لآخر. أنا أخوتي كليتهم، أنا أخوتي كليتهم مضحي بهم في سبيل حرية سوريا وحرية أهلي وحرية ناسي بإدلب ولا ودرعة والشام وحمص وحماة وحلب. أبو هاي يعني أنا مضحي بكل أخوتي مشان حرية هالوطن. شايف العائلة؟ إحنا نطلع لاجئين يا ابن الندل، إحنا نطلع لاجئين، إحنا اللي كنا نجيب لاجئين وكنت كنت تجيب العراقية، كنا معايشين العراقية والفلسطينية واللبنانية. وقول هذا حسن نصر الله، ما الحكومة السورية كانت تساعدك، إحنا اللي كنا نساعدك وكت كان تضرب بيك إسرائيل، تقصف بيك إسرائيل، عيشناك بحرب تموز، عيشناكم ببيوتنا، وهسه رديتوا علينا، رديتوا تذبحون بالشعب السوري. وبعدين أوجه نداء الحكام الخليج، وين ما تساعدونا يا أخي؟ اعتبرونا من هالتصرفونهم على الامريكان بامريكا، ساعدونا هالشيء التصرفون. وشوفوا وضعنا، طيب اخذونا تبنونا حطونا بصحراء ابنونا خيام، المهم بس نعيش يعني لحتى نشوف اخرتها. ما يعني المشاعر لازم، كنا عرب وكنا اسلام وباس تطلعوا لي سريعين على التلفزيونات عرب ومسلمين وهاي، ساعدوا شوفوا الاطفال شوفوا النساء، يعني عايشين بواقع جحيم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم ياخذوا على دخول السوري 400 دولار. 400 دولار على الشخص الواحد. في ناس عم يطلعوا وعم نسمع اقوال انه عم يمسكوهم كمان يسجنوهم. عم يحاولوا يتأقلموا ويعيشوا الوضع. يعني ايش بدي يسوي الاطفال؟ لا بنحسن احنا نسوي لهم شيء، لا هني بيحسن يعني يسوي شيء. ايش بدي يسوي الاطفال؟
يعني عم بيعيشوا في جو أكبر أكبر كتير من عمرهم. السلام عليكم ورحمة الله. بداية نحن لسنا ممثلين لأي حزب سياسي ولا ننتمي لأي طائفة من الطوائف. نحن عبارة عن عمالة سوريين متواجدين هنا على الأراضي المصرية في معبر السلوم عالقين. نناشد جميع الشرفاء بالأمة الإسلامية وفي الأمة العربية أن يكونوا عونا ونصرا لنا، لأن الحالة الإنسانية والحالة الاجتماعية لا تسمح إلى أبعد من هذه الحدود. في هذا الوضع يوجد بيننا أطفال ونساء وشيوخ، ونحن عبارة عن عمالة سورية خارجين بقصد الرزق الكريم، ونناشد كل حر وكل إنسان يستطيع أن يساعدنا أن يساعدنا في هذا المجال. ونتشرف في المجلس الانتقالي الليبي الذي يعي ويحس بمشاكلنا أكثر مما الدول العربية الثانية، لأنه عاش الوضع وعاش الفترة التي نعيشها حاليا. ويشرفنا المجلس الانتقالي الشرفاء، المجلس الانتقالي الشرفاء هذه نقطة، لأننا حاولنا الاتصال للمساعدة في أكثر من مرة وأكثر من مشهد ولم يعون بأي شيء من هذا. والسلام عليكم. عملناها تحت بالزبالة، وهون الزبالة من الماعز، وهاي الزبالة قدامنا، وهون إنا لأكثر من شهر وما عم يدخلونا على الهدوم. نحن لنا لاجئين سياسيين أول شغلي، ولنا نحن رايحين أرهابيين نعمل أي شيء. نحن رايحين نشتغل نعوض اللي خسرناه، أو يا أمنا ننتبه يا أمنا نعتقل. مشان هيك نحن طالعين على اليوم، ما لنا أكثر من هيك. هاي ليش؟ هجرنا وشردنا ووصلنا لهون وصلنا على الحدود وما كنا حسين ندخل، وقتل اللي جوا ضلوا يا قتلوا يا حبسوا، واللي طلعوا على برا هيك مشردين وطالعين. اللي ضل هو كل هالشيء يعني بس بيعرف ايش عم بيفيدوا يعني هالكرسي ايش عم بيفيدوا اذا شعبه خسروا. وعم ناشد العالم، ناشد الحكام العرب، الشيء اللي عم بيصير ما بيستوعب عقل بسوريا. عم نشوف مناظر يعني عن جد شيء ببكي، وما حدا عم يرد علينا وما حدا عم يسمعنا. سوا حالهم بيجتمعوا كل يوم، بيجتمعوا ايش حصلنا اجتماعات عم بتزيد القتلى وبس. يعني اليوم اللي فيه اجتماع عم بيزيد فيه القتل، ويوم اللي بيعطوه مهلي بيصعد بزياده. يعني ايش عم نستفيد؟ يوم بيجوا المراقبين بيعملوا انفجارات وبتحمس الصور كمان، يعني اكلين على حدين. نحن اذا نشدناهم اذا ما نشدناهم ما عاد بدنا اياهم خلص. يعني ايش عم تفيدونا؟ عم تبكونا بزياده، عم نتامل فيكم وانتم ولا سائلين علينا، بدكم مصالحكم بس كل العالم. هاي حطوا له انابيبهم خراطيم، سحبوا النزيف من صدره لانه ما حسنوا يعملوا بالعمليه عشان يسحب الدم الجوع هون وهون. نفس الشيء من هون كمان نفس الشيء. شوف اجر
كيلو لحم هلا ما بين. المجلس الانتقالي على البحر باسطنبول واحنا كمان على البحر، شوفت عينك الله وكيلك. بس تعال شوف الاوتيل تبعنا، هن اوتيل 7 نجوم بس احنا اوتيل 7 حجرات. اوكي صور حبيبي صور. الله يوفقك ان شاء وعدونا بكره وبعد بكره وصار لنا 20 يوم لا في مي ولا في خبز ولا في دعد نشتري ولا في غاز ولا كل شيء. وعدنا اللواء انه يطلعنا، وهاي حدود السلوم اللي بيها المجلس الانتقالي مو موافق يدخلنا جوا، والمصريه ما قاعده يدخلونا جوا ولا قاعده يرجعونا ان نرجع على غير دوله بلد ثاني ينزح عليه، يعني اكثر من الوضع المائس اللي احنا فيه، يعني عالقين هي الحلقة. عالقانين ما عاد نقدر، لا عندنا مصاري نرجع على غير دوله ايوه ولا شيء، يعني ما نعرف وين بدنا نروح يعني ايوه عالقانين، يعني ما تعرف علاقنا خالص، يعني حطونا كانه بكمين، يعني وعدونا انه اسبوع الجاي وهاي صار لنا شهر بكره وبعد بكره بالمصاري عدونا الناس من الحدود تدفع مصاري تعدي ما حد ساعدنا دعد شيء بسيط، يعني تجينا مساعدات بس من الاهالي مو من الدوله ولا من الصليب الاحمر ولا في صليب احمر ولا في اي شيء. ايوه يعني الاهالي مشغول، الاهالي فوق حالتهم التعبانه قاعد يساعدونا الشعب شويه الحين السوريين هنا. ايوه ما حد ما في لا صليب احمر ولا في قنوات تظهر الحقيقه، يعني شوف الوضع السوري 1500 اطفال ونساء وشباب موجودين على الحدود اكثر من 20 يوم. طيب توجه نداء لحد، اوجه نداء القناة العربية والجزيرة تظهر أن الوضع السوري على الحدود السلوم المصرية الليبية، أن الشعب هنا خبز ملاقى الشعب السوري، احتكرت الدولتين الليبية والمصرية، ما داعي يعطونه شيء يوصل الحقيقة يعني. تناشد رؤساء، أناشد رؤساء على أساس الخليج و ايوه والأمم المتحدة، والأمم المتحدة تشوف وضعنا المائس هنا على الحدود، بس تشوفنا صورة للعالم كله انه احنا صرنا مثلنا مثل الأفارقة اللي قاعد يطلعونها والصومال وغير دولة، يعني ما أضرب من الأفارقة، يعني احنا ضعنا يعني بين ما نعرف وين باتجاهنا، يعني من الأساس ما يدخلونا على مصر في سبيل ما يسلبينا الوضع هذا اللي احنا بيه. وين بدنا نروح يا أخي؟ طيب ماشي تاكلون شيء؟ شو ناكل والله العظيم الخبز؟ قد صار لك ما اكلت؟ صار لي يومين ما شفنا لا اكل ولا شيء، قاعد ناكل قطعه جبنه بسيطه، يعني شو تريد تسوي اذا تعطيها الكلب ما ياكلها؟ احنا نطالب الخليج كليات اللي يشوفنا واللي يتفرج علينا بسوريا اخواننا الوضع مأس، طلعنا برا الوضع مأس، وين بدنا نروح يا اخي؟ طيب شو توجه لاخواننا السوريين؟ اوجه لاخواننا مستمرين؟ يظل مستمرين بالثوره السوريه مثلهم مثل اي دوله ثانيه، يعني اللي قاومت مثل تونس مثل ليبيا مثل تحررت، يا اخي احنا ما لا تحررنا ولا اي شيء، يعني صار لكم عايشين صار لنا اكثر من 40 سنه 41 سنه بالوضع هذا، وعلى بكره وعلى السنه وعلى سنتين وما قاعد يبين معانا اي شيء، يعني قاعد يضيع وضعنا ايامنا تروح هايك يعني بس. طيب سوريا قبل كان فيها شغل، كان فيها شغل. لا عماله ولا كل شيء، ولكن الخليج وصل للمريخ، وصل الامريكان، وصل الدنيا، واحنا قاعد بالصفر تحت الصفر. ايوه مناشدين الفلسطينيه واللبنانيه بحرب تموز، نضم العالم ولما صرنا بهالوضع ما حد يدخلنا ثاني، احنا ما حد سأل. لبنان ما تدخلنا من حزب الله ما نقدر ندخل عليها، وفلسطين ما نقدر ندخل عليها من اسرائيل، ضعنا ما عاد نعرف وين نتوجه، والاردن ما تستقبلنا يقول لك نعطيك
شو اللي بدي اعطيك الاردن؟ طيب شفتوا ناس ايرانيه مع الجيش السوري؟ شفنا ايرانيه وشفنا شبيحه وشفنا حتى لبنانيه زاد لبنانيين جايين يحاربون ومن حزب الله حزب حتى جابوا جيش روسي دخل مساعده للجيش السوري. ايوه يضربون بالعالم يضربون بالعالم بالاسلام. يا اخي ما ظل احنا بدنا نقف على بر، يعني نطلع نوقف على بر، بس انه يريد الاعلام يوصلنا على حدود السلوم انه في سوريين اكثر من 1500 سوري بحدود السلوم صار لهم شهر ما دعد احد يوصلهم لا اكل. اريد يا اخي نعد يا يعدونا يا يدبرونا دوله ثانيه نطلع عليها ننزح عليها. أنا من دير الزور من قرية القورية، دمرها كلها، دمرها، شرد أهلها، الناس اللي نزحوا من القرية من القورية على 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 العراق ما نعرف أخبارهم، ما نعرف إيش صار فيهم، ما نعرف إيش صار فيهم، ذبحهم هو والعيرانية تبعه. والله لا يوفقك يا بشار، بجاه ربي إن شاء الله تلقاها بولدك، هاي آخرتها، خلتنا على وجوه العالم مشان تعيش أنت وهالكم حرام اللي معك. الله لا يوفقك يا ربي. حابة ناشد الممثلين السوريين أسعد فضة ودريد لحام اللي من طول عمره يتغنى بالحرية، وقت طلبنا بدنا حريتنا وبدنا نعيش بكرامة صار مع النظام صار شبيح. تخسوني الممثلين السوريين، تخسون قاطبة يا عباس النوري، انت يا أسعد فضة، انت يا صباح بركات، انت يا دريد لحام، هاي موقفكم. يعني الشعب جاعد يموت، الشعب كل الناس عارفان الحقيقة انه الشعب جاعد يموت. انت يا دريد لحام اللي طول عمرك اتقنى بالحرية وبالمظالم وبالكذا، هسا وينك؟ اشوفك صرت مع النظام هسا. هذا مو خوش كلام، لا بالله تخسوا. والحدود لكن ليه ما مرقوني بهايم رايحة جاي على الحدود وما حدا بيتعرضها؟ قال ارجع مطرح ما جيت لأرجع ما خلوني. وين بدي روح واسمي مقيد بالدفتر؟ قال بلكي اللي بالدفتر مو أنا. لكان أنا مين ومنين؟ بعلمي أشقة وطن واحد. أنا صار في المدرسة ما كنت بالمدرسة عشتش عندك شو اسمك انت؟ شو اسمك؟ أمل. 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 اسمك أمل.